قول لي اخوان الله يرحم والديك، الله يجزيكم بخير. انا عاود نقول لكم نداء مستعجل، ما وصلتناش امبيلونس وحده، ما وصلتناش امبيلونس وحده، ما وصلتناش. كاين وفيات، الدراري طايحين مع بنا ومش حيين ولا ميتين. الله يجزيكم بخير، حاولوا تبارطاجيو، راه دراري صغار، دراري صغار، دراري صغار، دراري صغار، عباد الله. الله يجزيكم بخير، الله يرحم والديك، حاولوا تبارطاجيو هذا الفيديو هذا، راه خاصنا امبيلونس. حنا دابا راه السبيطار كنجيبو الناس، ما كاين حتى شي حاجة باش نعرفوا هاد الدراري واش ميتين ولا حيين، ما بغيناش نزورهم، مشي هضر معلم. هادي خويا الله يرحم والديك، بارطاجيو، بارطاجيو الناس اللي في القرابة هنايا، اللي عنده الله يجزيكم بخير، اللي عنده الطوموبيل يلتحق بمركز مولاي إبراهيم، الله يجزيكم بخير. الدراري بغينا نعرفوهم واش حيين واش ميتين واش لا إله إلا الله. أما الكسور ما كنهضروش عليها، الله يجزيكم بخير، الله يجزيكم بخير. كل واحد يطمعنا على العائلات ديالو، ما بغيناش نخلعوا شي حد، ما بغيناش نديروا هذا الفيديو هذا باش ما يتخلعوش الناس بزاف، ولكن راه الحقيقه هي هذه، راه كاين وفيات وكاين الناس اللي مهرسي مساك، الله يجزيكم بخير. الله ما عندنا حتى امبيلونس وحده، ما كايناش دابا حاليا، ما كاين حتى شي حاجه. نص ساعه هذه ولا ساعه الا ربا شوق عزه وربما ساعه، اما زعما كاين حتى شي حاجه. الله يجزيكم بخير، اتصلوا لنا بالمسؤولين، كنحاولوا نتصلوا والو. الله يجزيكم بخير، راه كاين وفيات الاخوان، كاين كسور، كاين جروح متفاوتة الخطورة، خاصنا زومبولونس، خاصنا رجال الإنقاذ في مركز مولاي إبراهيم. بارطاجيو هذا الفيديو، الله يجزيكم بخير، الله يرحم الوالدين، الله يجزيكم بخير، بارطاجيو. حنا عندنا مشكل ديال زومبولونس ما كاينش، ديو الرهيبين، بغينا رجال الإنقاذ، الناس بغاو يعرفوا وليداتهم واش حيين ولا ميتين ولا شنو كاين. الله يجزيكم بخير، بارطاجيو بارطاجيو بارطاجيو. مركز مولاي إبراهيم كنستنجد بكم، الله يجزيكم بخير، وبالدعاء ثم الدعاء ثم الدعاء، الله يجزيكم بخير.